ادعمونا بلايك واشتركوا في قناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. بسم الله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق أبو حمص يوم الثلاث يوم 1/2/2022 ومعاكم قناة المواشي اليوم. وتعالوا نشوفوا الجاموس العشر والوالد واللبن مع المعلم حسين فايد بتاع أبو حمص. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلم حسين. صباح الفل. سمعت هاي الجاموسة دي؟ ورا ذكر ولا انتهي؟ ورا انتهي. نتاي عمر قد ايه طيب؟ بالثلاث ايام. بالاربع ايام يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بالاربع ايام نتاي الجاموس الطيب يا جماعه. اللهم صل على النبي على دبابات سوق ابو حمص النهارده مع المعلم حسين فاي. اللي عايز يفتح بيت يا جماعه واللي عايز يجنى حاجه بنرضي الله، اللهم صل على النبي. قد ايه اللبن يا معلم حسين؟ اللبن ده رزق. رزق يعني برضه اصحابها قالوا لي خمسات. الله يبارك لك. خمسات لبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلم حسين. كسره حيه ولا قبل؟ ثالث ولد. ثالث ولد، اللهم صل على النبي. طب الله وكيل عملك ايه؟ الله وكيل في 31000. 31000 ونص يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. 33 ونص مش راضي. الله يبارك لك يا معلم حسين. بسم الله ما شاء الله. بس احنا واخدين هنا، مش عايزين نقول احنا حلبين في البيت، لسه واخدتها هنا. الله يبارك لك. اللي معايا الثانيه دي برضه لسه واخدها. ده والده برضه؟ والده. ورا ذكر ولا عمره قد ايه الذكر؟ عمره 5 ايام. عمره 5 ايام يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي قد ايه لبن يا معلم حسين؟ 6 كيلو دي. الخير دي شغلتك للبن. اللهم صل على النبي. يعني نقول كم كيلو يا معلم حسين؟ زعلتنا احل جاموسه. 6 و5 لبن يا جماعه. الله اكبر. صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. صل على النبي. على المال يا جماعه والحلبات اهي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ورا ذكر برضه هو. بسم الله ما شاء الله. عمر شهر الذكر ده يا معلم حسين؟ 5 ايام. اللهم صل على النبي. عمره 5 ايام يا جماعه ذكر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. طب عامله كام الله وكيل دعم على الحسين؟ ب 30000. بسم الله ما شاء الله. طب والوسطانيه دي والده برضه؟ ما تلقاش عند حد. الله يبارك لك. لا لا، الوسطانيه دي عشر. عشر كام؟ عشر شهرين. عشر شهرين يا جماعه الوسطانيه دي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عامله كام الله وكيل يا معلم حسين؟ عامله 26. 26000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. فيها قد ايه لبن برضه؟ فيها 3 و3. 3 و3 لبن يا جماعه. معلم حسين فايد الصداقه رسمنا يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا معلمي. الله يبارك لك يا معلم حسين. بسم الله ما شاء الله. معاك حاجه غير الثلاثه دول؟ معايا الشاب ده. بسم الله ما شاء الله. صنعت ايه طيب؟ دي والد. والد، اللهم صل على النبي. وراه ذكر ولا انتهي؟ وراه ذكر الكبير ده. ذكر الكبير ده. بسم الله ما شاء الله. نعم؟ وراه ب 7000. الذكر ده؟ عامل 7000 ونص. عمره قد ايه طيب؟ عمره شهر. عمره شهر، اللهم صل على النبي. ذكر يا جماعه عمره شهر. بسم الله ما شاء الله، واتعمل 7000 ونص. طب هي عامله كام يا معلم حسين؟ ايه؟ عامله كام هي؟ معلش تمام. ذكاء عباد. ها؟ أه؟ 30000 يا عمرو. عامله 30؟ اه. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك. المعلم حسين جايبها من بيته يا جماعه الجاموسه الوسطانيه ديت. وراه ذكر يا معلم حسين؟ الله يبارك لك. فتمنها لسه مش عارفين يا جماعه، على الله لسه تمنها برضه. الله يبارك لك يا معلم حسين. بسم الله ما شاء الله. 4 جاموسات يا جماعه احسن من بعض اهم. بسم الله ما شاء الله، مع المعلم حسين فايد بتاع ابو حمص. الله يبارك له. طب ممكن رقمك يا معلم حسين؟ 010 010 155 148 150. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا معلم حسين. متشكرين جدا. نارك ابيض. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعه الجاموس النهارده الوالد في سوق ابو حمص. الله اكبر. ب 25 ب 25000. عامله 25؟ ايوه عامله. هو وكيل السعر الحقيقي. 42000 ان شاء الله. الله يبارك لك يا حاج. ان شاء الله 42000. ولا ذكر ولا انتهى حاجه. عمرك قد ايه انتهى دي؟ عمره اسبوع. عمره اسبوع. بسم الله ما شاء الله.
اللهم صل على النبي. البقر دي حليب خمسة وستة. خمسة وستة يا جماعة بسم الله ما شاء الله. مال الطيب. الله يبارك لك يا حاج. خمسة وستة. ما تعرفناش باسمك يا حاج. نعم. محمد بدر. المعلم محمد بدر الله يبارك لك يا معلم محمد. اللهم صل على النبي. دخلت كده على الكاميرا. دبابات سوق ابو حمص يا جماعه الجاموس الطيب اهو. اللهم صل على النبي. من ده يطلعه. الله اكبر اللي عنده من ده يطلعه. ايوه كده يا محمد. بسم الله ما شاء الله يا جماعه الجاموس الطيب اهو اللي عايز يفتح فيه. الجاموس الطيب. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هي فتحت التلفزيون النهارده. الله يبارك لك يا معلمي. انت قاعد فين يا معلمي؟ بالابعديه. بالابعديه الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. معاك حاجه غير الجاموسه دي؟ معايا خير ربنا يا عم. الله يبارك لك. يعني المشاهد لو عايز حاجه وتواصل معاك كله تمام يابا. الله يبارك لك. طب ممكن رقم تليفونك؟ اكتب 010 010 14 14 98 98 90 67 67. اي حد يتواصل معاك تبع قناه الماشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب حبيبي يابا. صباحك ابيض ومتشكرين جدا يا معلم. اللهم صل على النبي على الجاموس الوالد يا جماعه في سوق ابو حمص النهارده. اسحب يا حاج. اللهم صل على النبي. اسحب يا عم الحاج بسم الله ما شاء الله. اسحب وروح حد. صباح الخير يا عم الحاج. صباح الفل يا ابو الحاج. نتعرفوا بيك. رد يا عمر يا حجازي. ان شاء الله محسن عبد ربه. معلم محسن عبد ربه ولا ذكر ولا انتهى يا عم محسن؟ انتهى ان شاء الله. عمر قد ايه انتهى دي؟ عمر اسبوع ان شاء الله. عمر اسبوع بسم الله ما شاء الله. فيها قد ايه لبن؟ ان شاء الله فيها 6 و7. 6 و7 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. 6 و7. معلم محسن عمر الله يبارك له قاعد فين يا عم محسن عبد ربه؟ كفر الدوار. كفر الدوار المعلم محسن عبد ربه الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. كسرة حية يا معلمي؟ كسرة 6. كسرة 6 يا جماعة بسم الله ما شاء الله على الجاموس الطيب. الله يبارك لك يا معلمي. طب الله وكيل عاملك كام؟ 34 و20. 34,020 ان شاء الله. الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 34,020 يا جماعة. اللهم صل على النبي. على النبي صلي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عمر اسبوع انتهى دي ان شاء الله. عمر اسبوع يا جماعه انتهى بسم الله ما شاء الله. 34,020 اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يا معلمي. معاك حاجه غيرها؟ معايا واحده ثانيه. ديت ولا اللي هناك؟ لا ده هي واللي هناك برضه. اللي هناك حاج ابراهيم شنوك. بسم الله ما شاء الله. طب ورا ايه ذكر دي ولا انتهى؟ انتهى. انتهى. عمر قد ايه ده؟ عمره 15 يوم. 15 يوم بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. فيها لبن برضه قد ايه؟ 5 و4. 5 و4 لبن يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الله وكيل عملك كم برضه؟ مش عشان ما اشدش عليك لان انا مش معايا اصلا. معاك اصلا. الله يبارك لك يا حاج. طب ممكن رقم تليفونك؟ 012 012 2 1 2 4 8 4 4 8 4 6 1 6 1. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. شكرين يا معلم ونهارك ابيض. بسم الله ما شاء الله على الجاموس يا جماعه في سوق ابو حمص النهارده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صنعت ايه عسل الجاموسه دي؟ عشر 3 العمار. عشر 3؟ اللهم صل على النبي. فاللبن قد ايه طيب؟ فيها 8 كيلو صبح ومار. 8 كيلو بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. 10 3 يا جماعه. اللهم صل على النبي على الجاموس الطيب اهوت في سوق ابو حمص. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلمي. صباح العسل. 10 3 برضه زي ما جاء ان شاء الله. وفيها قد ايه لبن طيب ومرد الله؟ 8 كيلو صبح ومغرب. الله يبارك لك. 8 كيلو صبح ومغرب يا جماعه يعني في اليوم 8 كيلو. اللهم صل على النبي. طب عامله كام الله وكيل يا حاج؟ 28,500 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. المال واصحاب المال. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. 28,000 يا جماعه 23 وفيها 8 كيلو لبن في اليوم. الله يبارك لك يا معلمي. طب ممكن رقم تليفونك يا معلمي؟ ماشي يا عم اللي انت عاوزه. 03 وحايد. 03 وحايد. 40 40 3 4 3 4 2 3 1 2 3 1. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. على دماغك. انت منين يا معلمي؟ ما عرفناش. من ترومبات برسيل. ترومبات برسيل يا جماعه. اسمك ايه طيب؟ حسن الجزاوي. معلم حسن الجزاوي ترومبات برسيل يا جماعه. الله يبارك لك يا معلمي واجعل صباعك ابد. متشكرين جدا. اللايك والاشتراك في قناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.